سواء هيئة استشارية، لكن درنا فيه طريقة استكشافية هذا الموضوع، حبينا نوصلوا الفكرة ونشرحوا مليح ما هي قطاع، ما هي الشراكة قطاع عام خاص، لأنه فيها عدة مفاهيم، وأنتم صحفيين لازم تعملوا على ضبط المفاهيم. لا يمكن لأي حد من الأحوال اعتبار الشراكة قطاع عام قطاع خاص هي خصاصة مقنعة. هذا هو الهدف، ما تفادوا هذا المصطلح، لازم الناس تكون تضبط العمل. العملية هي شراكة حقيقية ما بين قطاع خاص يتحمل تبعات مرفق عام بالإضافة إلى الدولة. إذا لما نتكلموا على القطاع المالية فيها عاملين، فيه خطر وكذلك المردودية. إذا التحكيم ما بين الخطر والمردودية هو صلب موضوع هل الشركة في إطار مشروع معين. مشاريع ممكن فيها الاتصال، فيها الطرق، فيها النقل، فيها مشاريع كبرى، فيها مشاريع بنية تحتية وما إلى ذلك. تدخل قطاع قطاع هذه الشركة هو من أحسن الأنظمة في العالم، وتشوفوا بعد قليل التجربة الكندية رائعة في هذا الإطار، وأمريكا أمريكا الشمالية ككل فيها حوايج إيجابية من هذا النوع. إحنا راح نشوفوا استكشاف، إحنا الكناس نور الحكومة، مستشار الحكومة، إذا راح نمشيو هكذا طريقة عرضية على كف المواضيع. ما كاش اللي يعرف، لازم إحنا ما نعرفوش، لازم نفتح المجال على كافة الأنظمة، كافة التجارب، ونشوفوا الأحسن اللي يليق بالجزائر واللي يليق بالحكومة الجزائرية والدولة توصية في هذا الإطار لغرض تحسين المنظومة القانونية التشريعية وكذلك الأداء من بعد. في عرض للتجارب الجزائرية السابقة ونشوفوها من ناحية الإيجابية والسلبية ومن ناحية المنفعة والتكاليف. إذا هذا هو الموضوع، هو هدفنا نغذيو مشروع القانون اللي راح يصدر، لازم يكون قادر على تحمل المشاق وكذلك التكاليف هذه الشركة، لأنه راح تشوفوا فيها مشاكل حتى على المستوى العالمي، لكن دائما تبقى كأداة راح تخلي الخزينة عمليا تستفاد من القدرات المعروفة لدى القطاع الخاص. هو تقنية تمويل عن طريق قطاع عام خاص، هو تقنية مالية، تقنية هندسة، تقنية هندسة مالية توضع لتمويل مشاريع كبرى، مشاريع معروفة المرافق العمومية الكبرى كالنقل، الطاقة، كالصناعة إلى آخره. وين يدخل القطاع الخاص؟ هدفنا هو خلق هذا التلاؤم ما بين القطاعين، ما يبقاش أموال القطاع الخاص فقط غير في الاكتناز إلى آخره، وأن يمكن توجيهها إلى تمويل مشاريع عمومية، وكذلك تخفيض العبء على الخزينة العمومية، لأنه في الظرف الحالي الأموال باتجاه تناقص، وبالتالي لازم نحافظوا على موارد العمومية لإشراك القطاع الخاص في تمويل مشاريع عمومية كبرى، ولكن فيها محددات كبرى، لازم التعرف على القوانين، ضمانات الأداء الحقيقية، على علاقة بالواقع، ثم هي مشاريع طويلة المدى، إذن يجب تغذيتها بأموال على المستوى البعيد، ثم الرقابة، ثم كيفية تمويلها عن طريق المرتفقين أو مستفيدين المرتفق العام إلى آخره. في حدة نرجع عليها بمنتج سليم حقيقي واقعي وعصري، وكيكون عصري بإدخال مختلف التقنيات القانونية، ماشي كلام فقط. بكري بالك ربما قبل 2019-2020، بداية 2020 كان الناس تطرح المواضيع فهكذا إفيدانوس ولا فقط للكلام، لكن حقيقة هي مشاريع كبرى وتستدعي خبرة وهندسة عميقة. كيف؟ لازم اختصاصيين في المالية المعمقة، اختصاصيين أيضا في الاقتصاد، اقتصاد تحفيزي ليكونومي دي زانسيتاسيون، لأنه تدفع المرتبك العمومي لتبني هكذا أساليب. ثم هو الاقتصاد العام ككل ينبني هذا تفادي أكثر فأكثر تمويل عن طريق الميزانية، لازم ندخلوا أكثر فأكثر القطاع الخاص. القطاع الخاص هذا التداخل ما بين القطاع الخاص والقطاع العام في مشاكل، ما نقولوش فقط راح نمشيو للشراكة قطاع عام قطاع خاص خلاص تحل المشكل، لا ما تحلش. أكو الشطور المتدخل الأول فيه عدة مشاكل على المستوى العالمي، إذا لازم نكونوا فيما يخص التمويل، فيما يخص التناسق بين الشركاء في نفس المشروع، مع قضية مع علاقة الممول الخاص بين المرتفقين بمستعملين المنطقة العام، لكن قضية إعادة تفاوض العقود بحكم أنها عقود طويلة المدى والتغيير فيه جات الكوفيد غيرت كافة الموازين، إذا فيها لا غو نيغوسياسيون كما قلنا، لكن هذا كامل لازم الفرد الجزائري يكون متحكم. الإطار الجزائري خاص بالوظيفة العمومية في المؤسسات العمومية الاقتصادية الكبرى أو المؤسسات القائمة على المرافق العمومية تكون قادرة على توخي الحذر على
على اتخاذ مبادئ أو تبني مبادئ الخطر وكذلك مردودية المشاريع. وحنا رانا اليوم في إطار هذا الخبراء مع النخبة اللي راهي اليوم حاضرة فقط نعملوا على تنوير الحكومة في هذا الإطار باش ما يخرجش قانون فقط هكذا كلاسيكي، لا يخرج قانون محيد حتى بأحدث التغييرات من جراء كورونا لأنه العقود في العالم كانت غير